احترام اكيد احترام لا اكيد احترام لا شوف ليش تقول لي الناس سكينه ما عطاتكم ليش السكينه ما عطاتناش الاصوات من اجل باش نرجموا بعضياتنا يكون شويه لنا باقه في الحوار وتكون باقه في الكلمه ما نبقاوش نعاودوا الماضي الماضي وناخذوا عليه العذاب حنا سواعين انا تدخل ديالي يا رئيس انا قانون تنظيمي اللي تنظمنا بيناتنا هذا هو اللي تيدير ليكيليبر بيناتنا تيبقى واحد الاحترام